المناسبة كذلك باش ذكرنا احنا كمواطنين مغاربة بالدور اللي خصنا نقوموا به وبالضوابط اللي خصها تحكم التصرفات ديالنا مع البيئة، طريقة الاستهلاك، كذلك كل ما يجب أن نقوم به كحكومة، كمواطنين، كمجتمع مدني، كهيئات حقوقية أو غيرها في اتجاه واقتصادية في اتجاه كذلك العمل على يعني تفعيل على أرض الواقع كل ما من شأنه أن يقوي حماية بيئتنا. احنا في المغرب الحمد لله عندنا خيارات وعندنا توجهات كنشتغلوا فيها، لكن خصنا نفهموا بان وحنا كنتكلموا عن النموذج الاقتصادي التنموي الجديد ديال المغرب بانه الا ما كانش الخيار ديال البيئه وديال التنميه المستدامه غادي نكونوا ارتكبنا اكبر خطا ويعني واكبر يعني خطا بالنسبه في حق بلادنا وفي حق المواطنين المغاربه. احنا عندنا امكانيه اليوم في مستوى النمو اللي احنا فيه باش نقوموا بتدابير اللي غادي تحمي المناخ ديالنا، تحمي البيئه ديالنا، وتحمي المواطن المغربي، وتحمي كذلك المجتمع المغربي. ولهذا هذه مناسبه باش طبعا نوجه نداء بحكم المسؤوليات اللي تحملتها وبحكم المسؤوليه اللي كنتحملها اليوم، نوجه نداء لكل الفاعلين باش تكون تعبئه جماعيه وقويه، ونوجه نداء كذلك للحكومه للرفع من وتيرة تنزيل كل يعني المقتضيات المرتبطة بحماية البيئة ومرتبطة كذلك بالانسجام مع كل متطلبات يعني الحماية ديال البيئة. القضايا مختلفة ومتعددة ومتشعبة، لكن خص يكون هناك قيادة سياسية ويكون هناك كذلك قيادة على المستوى ديال المجتمع المدني وعلى المستوى ديال المجتمع الاقتصادي، على أساس أنه ملي غنديروا اليد في اليد نمشيو بالوتيره اللي غادي تعطي للمواطن المغربي ذاك الحمايه الضروريه. وفوق هذا الشيء هذا المجال هذا غادي يفتح مجالات جد متنوعه بالنسبه لشبابنا باش ينخرطوا فيها، مؤهلات جديده، مستثمرات جديده، يعني فيها مجموعه ديال الحوايج ما فيها غير الايجابيات ما فيهاش السلبيات. ولهذا كنظن بانه حان الوقت باش تكون تعبئه قويه ونمشيو في الاتجاه ديال الالتزامات اللي خديناها كبلد، والالتزامات بالطبع اللي كتشرف المغرب واللي كتشرفنا كذلك كمواطنين، لان حتى التصرف ديال المواطن اليوم كيدمج يعني هذا الجانب البيئي. ونتمنى بالطبع ان بلادنا تكون دائما نموذجيه في هذا المجال.